لا زالت العديد من المستشفيات تصل إليها حالات الاختناق بالغاز المنزلي، والبعض يصل وقد أصيب بحروق إثر انفجار اسطوانات الغاز نتيجة انعدام المادة التي تسبب الرائحة في حال تسربه. أسرة تلو الأخرى وعام إثر آخر يروح ضحاياه من النساء والأطفال جراء تسرب الغاز دون علم الأسرة. تسمم بأول غاز أكسيد الكربون، يحدث هذا التسمم بطرق شتى، أحدها اللي هو استغل تسرب الغاز لصوانات الغاز في المطابخ، الشيء الثاني استخدام صخانات الغاز في الحمامات، الشيء الثالث اللي هو التدفئة عن طريق الفحم في البيوت مع إغلاق النوافذ. أعراض هذا المرض يبدأ هذا الأعراض بأعراض إنفلونزا، ثم ألم في العضلات، وتتفاقم الأمور إلى يصل إلى صداع، ثم تشنجات، ثم غيبوبة. فإذا حصل هذا أحد هذه الأعراض، خاصة من الصداع أو ألم في العضلات أو تشنجات، يتم نقل المريض من هذه المنطقة التي هو فيها إلى منطقة ذو تهوية جيدة، ومن ثم إلى المستشفى. احترازات يومية يجب القيام بها لتفادي الخطر الأكبر لمخاطر تسرب الغاز المنزلي بأي طريقة كانت، والحذر ولا الشجاعة كما يقول المثل اليمني، حفاظا على أرواح بريئة، وتوصيات عدة لأخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الاختناق أو التعرض للحرائق. الطرق الوقاية في أكثر من مرحلة، نبدأ مثلا بالمطابخ وهو تفقد غازات الاسطوانات الغاز في المطبخ، والأفضل إغلاقها خاصة في عدم الانتهاء من استخدامها، وخاصة عند النوم قبل النوم. بالنسبة للسخانات الحمامات، الأفضل إذا كان اسطوانة الغاز داخل الحمام أن تكون النافذة مفتوحة حتى يتم التهوية بطريقة جيدة. الثالثة وهو استخدام الفحم، كذلك ننصح بتكون النوافذ مفتوحة كذلك للتهوية لتجديد الأكسجين في ما بين الغرفة وخارجها. معاناة الاختناق بالغاز مشكلة تضاف إلى المشكلات اليومية للمواطن اليمني، لذا وجب التحذير وأخذ الحيطة والحذر حتى لا نفقد من نحب.